صباح الخير، شلونكم؟ يوم الايفنت لما رحت البحرين، اوكي، كنت ماخذة شاور حاطة زيت جسم من اغلى واشهر ماركة عالمية، وحاطة كريم جسم من اغلى واشهر ماركة عالمية، وحاطة عطر من ماركة عالمية معروفة جدا وغالية غالية غالية، وحطيت فوقهم ديم. والله العظيم بدون مبالغة، طول اليوم وانا اتحرك الناس تشم فيني ديم، وانا اشم بنفسي ديم. العطر الطاغي كان ديم. اش كثر استانست وفرحت، اش كثر فخورة بهالعطر اللي سويته بحب، سويته وانا مستمتعة. الريحة الطاغية اول ما تشمون عطر ديم، عود كشخة مع نظافة. طبعا يمكن تقولون ان العود ما ينفع حق الصيف، لا ديم ينفع، لان ريحته شخص نظيف، كشخة، رزة، جخ، ريحة عرس، كشخة، ريحة ما ادري شلون اوصفها. ان شاء الله يعني وصلت لكم المعلومة. بس شميت ديم على كذا شخص، كل شخص من جسم لجسم يفرق. كل ما أشمه ريحته تأثرني، ما أدري شلون أوصل لكم المعلومة، بس إن شاء الله وصلت. طبعا ديم كسر الدنيا بمعرض الحزم، لدرجة الناس يت شرت التستر بسعر الجديد. التستر اللي في نص وفي ربع خذوه بسعر الجديد. رجعت الكويت ما عندي ولا ربع حبة، تخيلوا ما شاء الله.